يا كمال النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء. خديجة الكبرى فاطمة الزهراء كذا العظيمة آسيا ومريم العذراء عائشة وفضلها فضل الثريد على الغذاء خير نساء العالمين وفضلهم عم الورى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لازلنا في الدروس العجيبة من المرأة العجيبة أم مريم حنة وخبر حملها ونذرها وما يتعلق به حتى وصلنا إلى تسميتها بنتها بالاسم الجميل وأثر الاسم الجميل. بعد هذا عملت بأمر مهم. الإنسان يا جماعة ما يقدر يحيط أولاده يرعاهم بكل شيء، مثل ما تذكروا قصة سيدتنا أم موسى لما رمت موسى في النهر. نحن ما نقدر نكون مع أولادنا طول الوقت، ما نقدر نحميهم من الشيطان ومن الأشياء الخفية ولا حتى من الأمراض، ما بيدنا شيء. صحيح الإنسان عليه يعمل اللي يقدر عليه، لكن الأقوى من هذا كله أنني أفوض أمرهم إلى الله. فقالت هذه المرأة: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا كما جاء في الحديث أن كل مولود يولد ينخسه الشيطان فيبكي من نخسة الشيطان إلا مريم وولدها عيسى. يقول أبو هريرة: فاقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تخيلوا أنه لما هذه الأم عوذت بنتها بهذا التعويذ ما قدر الشيطان. قالوا أن إبليس الشيطان جاء يريد أن ينخس مريم فركله جبريل، ما في لك طريق، خلاص هذه في عليها سور من النور، هذه محوطة بحائط، ما يقدر أكبر أبو شيطان أنه يخترق هذا السور أبدا. وإني أعيدها بك وذريتها، واللي ما بعدها سبحان الله كيف الدعوة مستمرة أنه حفظت وحفظ ولدها من الشيطان بسبب تعويذة. ما شاء الله التعويذة هذه شغالة من في مريم وكبرت وحملت، طبعا لأن هذا أمر متعلق بالباقي سبحانه وتعالى. إذا حصل القبول من الله انتهت القضية، خلاص انتهت. وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا درس مهم جدا. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا أعمق من هذا، وسيد المرسلين قال لنا: إذا أتى الرجل أهله، الرجل عندما يأتي زوجته لو قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي لهم بولد لم يضره الشيطان. مو بس وقت الولادة، طول حياته ما يقدر الشيطان. منين بدأ؟ بس في البداية هذه عند حصول النطفة. إذا وقعت النطفة صحيحة محمية بحماية الله، خلاص. هذا درس من سيدنا محمد. كيف الإنسان ينسى ويغفل عن جزئية مثل هذه خطيرة جدا يترتب عليها كل الحياة. الآن أنا أطفالنا طبعا عندنا ما شاء الله اليوم المرأة من يوم تروح إلى المستشفى يقولون لها حامل، الله تفرح وعلى طول تفكر والمولود إيش شكله وإيش، وإذا عرفت الجنس يلا تروح إلى السوق وتبدأ تشتري السرير وتشتري
البربتوز المدري ايه تبع الطفل وهي وزوجها مشروع، وقرب الولاده ايش الحلويات اللي نبغى نشتريها، واذا كان الطفل ولد ازرق، واذا كان الطفل بنت بمبي، واذا كان وكيف الضيوف وكيف حنسوي الحفله وفي اي مستشفى حتولد ومين الدكتوره الشاطره اللي حتولدها. طيب هذا كله معايب، لكن عيب انه نسوي الاشياء هذه كلها للمولود وننسى اننا نعوذه نحصنه. مفروض الام وهي حامل تقول يا رب احفظ اولادي، يا رب اعذه من الشيطان وجنوده، يا رب اني اعيده بك وذريته من الشيطان، اعيدها بك وذريتها من الشيطان. علمنا ربنا الدعوة نفسها اللي قالتها حنا عشان نتعلم. ليه ربنا يحكي لنا هذه الحكاية قصة؟ من أجل نعمل بها. ربنا يريد يبسط لنا البساط يا جماعة. نحن أمة محمد، تعرفوا إيش معنى أمة محمد؟ أمة مكرمة. يعني إن كانت هذه المرأة أكرمت بهذه الكرامة وربنا خبرنا وعلمنا الدعوة عشان كل وحدة منكم يا نساء حتتعلم الدعوة هذه وتدعي بها ربنا، سيحفظ الله سبحانه وتعالى لها أولادها. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم علمنا تعويذات. جاء أن الحسن والحسين لما أصيبا عوذهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا تعويذ ينبغي كل إنسان يحفظه، كل أم. أتمنى أنه الآن كل واحدة طلعت قلم وكتبت هذا التعويذ. تعوذي أولادك كل يوم. الطفل الصغير ما يعرف يتكلم، ما يعرف يقرأ، أنت مسؤولة عن تعويذه كل يوم. من يوم يولد الولد هذا عوذيه، والأب كمان، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ورد تعويذ عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر عن سيدنا عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر الصحابي الجليل يعلم الأطفال اللي يقدر من الأطفال إنه يقول هذا التعويذ يلقنه. اللي لسه صغير ما يعرف يتكلم يكتب له التعويذ هذا ويحطه على ثوبه أو يحصنه بهذا التعويذ. إيش هو التعويذ هذا المهم؟ أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر شياطين الإنس والجن أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا الدعاء، هذا التعويذ، المفروض أن الواحد لما يسمع مثل هذا ويبلغ أنه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يواظب عليه. وعلى هذا من حقوق أولادنا، نحن نريد أولاد نبغى نأكلهم نشربهم بس وملابس وثياب وحفلة ونفرحهم. طيب مسؤوليتنا، الولد لو إنه خفنا على إنه يأكل شيء وسخ بعدنا منه. طيب أشياء كثيرة معنوية، عين، حسد، شياطين، أشياء كثيرة يمكن تضره معنوية، كيف نحميه؟ هذا التعويذ، هذه الفكرة اللي تعلمناها من سيدتنا حنة أم مريم. قالت ربي إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كما أن الله علمنا هذه الدعوات، أعوذ بها نفسي وكل من يسمعنا وكل المسلمين. ربنا إننا نتعوذ بك من شر الشيطان في أنفسنا، في أولادنا، في بناتنا، في جميع المسلمين. فأعذنا من شر الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. درسنا القادم سنتكلم عن هذه الأربع ماذا أنتجت، وكيف النتيجة للأربع أشياء اللي عملتها حنة نذر ونية صالحة، اسم حسن، دعاء بالقبول، وعوذتها من الشيطان. أربع أشياء أعطاها الله، أربع أشياء سنتكلم عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. يا كمل النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء، خديجة الكبرى
كانوا مثالا في العفاف، كانوا رموزا في الحياة، شموخ خير ناجهم، نماذج في الاقتداء، يا كمال النساء، يا كمال النساء.